الفنان عباس البلتاجي أكبر وأقدم فنان في فرقة الغزل الموسيقى النحاسية. من فترة أصيب بنزيف في المخ وخضع لجراحة كان من توابعها إنه بينسى بعض المواقف والأحداث اللي حصلت في حياته. الدكاترة طلبوا منه يستريح، ما يستخدمش الآلات الموسيقية النحاسية، خاصة إنه صوتها عالي وهو عنده مشكلة في السمع. لكن حبه للمزيكا والفرقة كان أكبر من أي تعليمات طبية أو نصايح من مراته أو ابنه. ما كملش 60 يوم وكان نازل يعمل بروفة للفرقة. الغريب إنه ممكن ينسى أي حاجة في حياته إلا الصلاة والمزيكا، لأنه روحه فيهم. ومع إنه مشواره للمسرح بيكلفه فلوس، مواصلات رايح جاي، ومنهدة مع مراته اللي خايفة عليه، بس عمره ما تخلف عن البروفات. في الواقع هو آخر واحد بيمشي من المسرح. كل أعضاء الفريق بيقولوا العم عباس يا بابا، وبيستمدوا منه الخبرة والقوة وحب المزيكا.